ياسر الحميني منصف الفعال المتجول في زنيت حتى المبادره جات مع المبادره اللي جات من مجلس بلدي جات من جهه وحده ما فيهش لا مقاربه تشاركيه ولا اي حاجه اللي غادي يقنعنا شي حل اللي غادي يقنعنا شي سوق نموذج اللي غادي يقنعنا وغادي يقبلوه الفاعل كمواعي متجولين. هاد السلطة دابا راه اضطرت انه تفرق واحد الاستمارات ما عرفناش شنو فيها ما وضحاش فيها اشنو هو هذا المشروع وشنو هما الشيء البادرة بتقوم بها المجلس البلدي. حنا كنطالبوا من المجلس البلدي بفتح حوار جاد وبمقاربة تشاركية حقيقية اقصاء الحقراء ديال اللي هي باينة يستغلوا هاد الناس هادو ويبدا يعطيهم استمارات ما فيها لا طريقه المشروع ولا كذا المشروع هضره شفويه راه غنديروا لكم غادي نفعلوا لكم راه ما خابيناش الله يجزيهم بخير هادي راه حشومه عليهم وعيب عيب يحتقروا هاد الناس هادي عيب بزاف باش يحتقروا هاد الناس ويتعاملوا بهاد الطريقه هادي. وكنطلبوا من السيد رئيس المجلس البلدي والعامل ديال خدمتي سنيت باش يفتح معنا شي حوار جاد باش نوصلوا حل جذري لهاد المساله هادي هادي صاحبي حل جذري هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كباعة متجولين لمدينة تيزنيت وفي إطار هذا المشروع اللي قامت به عمالة تيزنيت بالتنسيق مع المجلس البلدي من أجل تثبيت الباعة المتجولين، حنا كنعتبروه تشتيت الباعة المتجولين على المدينة أو يعني نفي الباعة المتجولين إلى مكان يعني يبعد عن الساكنة في غياب الشروط اللي أساسية اللي من أجلها يعني البائع المتجول يوفر لقمة العيش له ولأسرته. وفي غياب يعني المقاربة التشاركية يعني بعد سلسلة من الحوارات التي كانت حوارات يعني أنا أعتبرها مغشوشة لأننا قدمنا فيها مجموعة من المقترحات من أجل يعني حل وطي ملف الباعة المتجولين في المدينة، إلا أن المجلس البلدي والسلطة المحلية في عمالة إقليم تيزنيت يعني أنا ما خدتش بعين الاعتبار هاد المقترحات اللي قدمنا لها ومشات في جانب أحادي يعني مقترح ديالها ومبادرة ديالها يعني باش تفرضها على الباعة المتجولين عن طريق وتقديم لهم استمارة من أجل المنع ديالها اللي هاد الاستمارة ما كتبينش نوع ديال هاد المبادرة ولا يعني واحد الحل اللي هو يعني يبين واضح. المطالب ديالنا يعني كاين مطلبين، المطلب الأول هو أنه تعطوا لنا محلات تجارية بالسوق الأسبوعي، لأن كان واحد يعني واحد المشروع للمجلس السابق كيقرر فيه أنه كاين 250 محل للباعة المتجولين. هذا المطلب راه بيناه. وهذا المطلب هذا هو اللي متشبتين به. وراه بيناه. أولا إلا ما كانش هذا المقترح هذا يعني ما قدروش أن المجلس البلدي أنه يعني ينجزوا لنا، كاين مقترح آخر هو أننا يتم التجميع ديال الباعة المتجولين يعني بما يسمى السويقة القديمة، وأنه يتبنوا أكشاف تجارية تكون قارة باش تضمن الكرامة للبائع المتجولين وأنه البائع المتجول يعني يكون مستقر في العمل ديالو، وعلى أساسه أنه يعني باش يكون عنده واحد العمل اللي هو ميسر. وفي غياب هذا يعني في غياب يعني الأخذ العين بالعين الاعتبار هذه المقترحات راه حنا كنرفضوا يعني هذاك المقترح ديال السلطة، واننا كنقولوا باننا ما غنصدقوش على هذيك الاستماره ولا اننا غادي نوقعوا فيها، وكنحملهم كافه المسؤوليه وكنطلبوا مزيد من الحوارات. نحن راه يعني ناس يعني دنيا حسنه، ماشي عندنا نيه سيئه في هاد نصف هذا المشروع هذا، وانما عندنا حسن نيه يعني باش نزيدوا للامام. وكان طلبوا يعني المجلس البلدي فتح حوار وعامل الاقليم هي كذلك فتح حوار من اجل مناقشه هذا الملف هذا. وتحيه. السلام عليكم، انا كبائع متجول بمدينه تيزنيت، انا هذا الحل تقدمت به السلطه المحليه، انا كنعمروا واحد الاستماره والاستماره كنعمروها ما عرفناش علاش كنعمروها، واش غادي يعطونا شي سويقه، واش غادي يعطونا شي بلاصه، واش غادي يلوحونا شي بلاصه، ما عرفناش علاش. انا هذا الحل رافضه باتا.